ايه لو انا سألت سؤال محدد لحضرتك، مش هقول لك ايه مستقبل الدواء في مصر، ايه كيفية انقاذ مستقبل الدواء في مصر؟ نهد كده زي الأكاديميين، واحد اتنين تلاتة. رقم واحد، إيقاف سيل التراخيص للمصانع الأدوية الجديدة. لازم نوقف لسبب. ليه بقى؟ أنا ما عندش محتاج ناس تصنع لي دواء جديد، أنا عندي المصانع مالية الدنيا. ده في ال 160 دول أعتقد في خلال سنتين ثلاثة هيبقوا 200 مصنع. ما هو في ناس قدمت على رخص بالفعل ومشيت. حضرتك أمريكا فيها كم مصنع يا جماعة؟ ده 55 ولاية، ما فيش فيهم 160 مصنع. وخلينا بس حضرتك قصدك منطقيين، ان احنا عندنا عدد وخلاص، احنا عدد اكتر بنحط منه راس جوده. مال عشان نوقفه. ده قصدي من كلامي. الشركه مش الشطاره ان حضرتك تطلعي الدواء من المصنع توديه للصيدليه، الشركه ان الصيدليه تصرفه. احنا بنفرح ان احنا، خدي بال حضرتك، الدليل على ذلك وحضرتك تقول لي الشركه بتقعد تعمل بوانص، يعني اللي هو ايه؟ لو خدت 100 هديك عليهم 20 بره، مش عارف ايه. ده ليه؟ يا ترى ده ليه؟ لا ده حضرتك بروموشن ترويج يعني. باخده وفي النهايه بيقع في رقبتي انا، ما بعرفش اصرفه. طب ما لو حصل يا فندم، حضرتك متخيله؟ ايوه بس انا ما قانون حدش قال لحضرتك تاخده. ما قانون مش انا مش بتكلم، لا انا بتكلم في العموم. يا دكتور معلش اسمح لي، اتفضل. لان انا السوق ده اختصاصي يعني. حضرتك ما هو قانون السوق بيقول ان هو لو عمل ده مره والمنتج ده ما اتباعش مش هتباع تاني، مش هيشتريه تاني. لا انا ما هيشتريه تاني برضه، ما يتباعش تاني. ما هو في برضه، مع احترامي الحوار اعقد. انت حضرتك بتتكلمي على موضوع ابيض شويه، بس مش دي الحقيقه. هو مش ابيض، انا عايزه الحقيقه من حضرتك. يعني بكل اسف هناك بعض المنتجات، ودكتور علي يقول لي لا ان ده ما بيحصلش، بعض المنتجات تتبنى الشركه توزيعها بطرق مختلفه عن طريق الاطباء، واكيد حضرتك عارف هذا الكلام كويس جدا. اللي هي يعني في اطباء يصمم على منتج مصري، واخد بال حضرتك؟ قصد حضرتك واكيد فاهمه حضرتك انا اقصد ايه. حضرتك لا هنقول مش اي حاجه، اقصد ان الاطباء، في بعض الاطباء خد الدواء ده ما تاخدش، بيقولوا خد الدواء ده وما تاخدش ده لان عنده مكسب معين من الدواء. مظبوط ولا انا غلطانه؟ مش تقصد حضرتك تحيز غير عادي؟ التحيز الغير منطقي والغير علمي سبب اساسي في من وجهه نظري انا في تخريب جزء كبير من الصناعه المصريه. لسبب، انا صيدلي عندي اجزخان فيها 12 صنف يحمل نفس الماده الفعاله اللي هي ال 160 شركه بيشتروها من بره زي بعض، واخد بال حضرتك؟ انما لما تمسك لي في الصنف ده، طب كويس، ال 11 صنف اللي عندي بدنهم لما افعلهم ينتهوا، طب انا هبطل اشتري الدواء ده وهموت صيدليتي. انا استاذ جامعي قفلت اجزخانتي. انت حضرتك متخيله؟ ليه بقى؟ لاني مطلوب عشان ارضي الطبيب وارضي الروشته اجيب من كل صنف على الرف 12 صنف، ده يعقل؟ اجيب لده فلوس منين؟ انت حضرتك متخيله؟ يعني احنا مفترض انا، طب انا عايز اعمل صناعة دواء جديد، اوكي، بس لنا شرط تاني. اتفضل. لازم ما يكونش هدفك المكسب وبس، لازم يكون هدفك المكسب وخدمة البشر. خدمة البشر ازاي؟ حط لي قائمة وزارة الصحة هي اللي تحددها، تقول أنا عندي 100 صنف دول كريتيكال، أنا ما بعرفش أجيبهم، بستوردهم بيطلع عيني على ما أجيبهم. اللي كل شركة أو مصنع يجي يقول، أقول له هتشيل كام من دول؟ أنا عايزك تصنع لي شيء جديد، لكن أنا الأسبرين بيتصنع زي ما حضرتك عارف، الشركة العربية وسيد عد كده 13 شركة بتصنعه. او انا اعمل مصنع واصنع اسبرين رقم 14. فهمت اللي انا ضفته جديد؟ فهمت قصد حضرتك. انت خدت حضرتك عايز ان اتفضل يا فندم. انت حضرتك اثرت موضوع مهم. اتفضل. مهم جدا مستقبل صناعه ده، مهم جدا. كويس، مستقبل صناعه الدواء في مصر فيه مشكله. دكتور نبيل قال حاجه برضو مهمه، فانه مشكله ال 160 مصنع وفي 80 طالعين، يعني مصر انا في دماغي 40، ولكن القصه في الاتي، لا في 80 تصل، ولكن القصه في الاتي 240 مصنع في امريكا. الجزئيه الرئيسيه في انه الدوله وزاره الصحه لا تملك ان تقول للاستثمار لا، مستثمر جاي ومعاه فلوس يستثمر كما يشاء، العالم كله كده. انما السياسات والتخطيط، انا لا عايز اخش اعمل ارض مصنع دواء وهفتح وهضخ استثمارات، اهلا وسهلا، خلاص مستثمر جاي استثمر. انا بقى كوزاره الصحه زي ما حضرتك قلت كده دكتور نبيل، احنا نعمل ايه؟ اتفضل. نعمل لجنه من هيئه التنميه الصناعيه اللي هي بتنزل اراضي عشان تجيب فلوس للبلد. أيوة. اللي بتديهم اصلا اراضي، هي مصانع، ما هو بتاع هيئه التنميه الصناعيه بينزل ارض. مظبوط. مصنع دواء ووزاره الصحه ما بيبقاش عندها فكره. ايوه فاهم، صح. فانا بروح اشتري الارض وابني وروح لوزاره الصحه، اللي هو انا جبت بقى ارض مصنع دواء، ادوني رخصه، ما بلاقيش. ففي مشكله،
في مشكله في كارثه. حضرتك عايز ان من الاول في لجنة مشتركة. موجوده. بص حضرتك انا انا مستثمر داخل هاخد الارض دي دواء وعارف ان ارض دواء اقعد مع لجنه من هيئه التنميه الصناعيه ووزاره الصحه اللي هي السياسات والتخطيط مظبوط ويجي معانا كغرف تجاريه نقعد مع بعض نقول له بص انت عايز ارض مصنع مستثمر اهلا وسهلا مصر الخطوط دي او المنتجات دي مليانه الله ينور عليك محتاجين ايه بقى ده اللي محتاجين ده اللي محتاجين ادويه سرطانات وده فعلا الدكتور نبيل اشار له ده المفروض انما اللي حاصل غير كده كل وزاره في حته ده ما فيش كل وزاره في تعاون حضرتك يعني احنا بنشتغل بدون مع احترامي يعني الكامل يعني حضرتك يعني النقاط اللي احنا بنسالها دي فعلا محتاجه حلقات نبيل في سؤال حضرتك برده ما جاوبتش عليه الله يخليك هفضل اساله تاني حاضر هجاوب عليه هفضل اساله تاني بس اديني فرصه اقول لك حاجه امثله للي انا بقوله مثلا يعني حضرتك تتذكر مشكلة المحاليل في مصر صح؟ مظبوط يا دكتور محلول الملح نص لتر يعني شوية قد دول تمنهم 70 جنيه من ايه؟ تتخيل حضرتك كده؟ ملح الطعام اللي احنا بناكله طب ليه غالي كده؟ انت حضرتك متخيلة؟ طيب انا في امور مع احترامي الكامل لحضرتك فكرة الاستثمار من عدمه لازم الدولة انا رأيي الشخصي لازم الدولة يكون لها دور ده رأيي مش الدولة بتحط سعر الأدوية يا فندم؟ لا مش ده قصدي يعني احنا حضرتك دلوقتي لما تكون الشركات الحكوميه مش عايز اقول اسامي هو, هو 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 ماشي كانت بتصنع الجلوكوز بتصنع محلول الملح الشركات الحكوميه اللي موجوده في الاماريه دي كتير مزبط. كان بيجي لنا بالكراتين وسعر رخيص ماشي غالي انما لما الاقي عندي ازمه لا هو هنا الدوله تتدخل لا هو في حدث في توقيت ما ايوه ان هناك حالات اطفال في بني سويف ايوه ماتوا من محاليل لاحدى المصانع المصرية فهم المصنع ده كان بياخد حصة من السوق 50% لوحده فانت لما سحبتي 50% من السوق 50% التانية ما كانش جاهزة ان هي تغطي فحصل الجاب فالكرتونة بقت تتباع ب 200 جنيه و 300 جنيه الكرتونة المائية 30-40 جنيه ده اللي عمل والمشكلة التانية ان وقت لما حصلت المشكلة المصنع اللي حضرتك بتكلم عليه في الأميرية بتاع المحاليل تابعة للدولة كانوا بيحدثوا خط الإنتاج حضرتك كلمة على جودة الصناعة أيوة لن يكون هناك تساهل في جودة الصناعة المصانع جميع المصانع المصرية تحت رقابة شديدة من الجودة طب مصنع زي ده يا فندم بعد اللي حصل ده يا دكتور الله يرحم الأولاد يعني أنا آسف يعني إزازة المحلول دلوقتي بيحصل كام بيحصل إيه بعد كده لا هي دلوقتي الحدود 9 جنيه 10 جنيه الحدود دي موجود محلول الملح أنت عارف حضرتك إيه بالمناسبة يعني اللتر عشان الناس تعرف يعني اللتر فيه 4.5 جرام ملح صح مظبوط ما هو 9 من 10% يعني كل لتر أقل من ملعقة صغيرة 9 جرام صح ولا لا مظبوط الإزازة نص لتر الازازه نص لتر تمام النص لتر دول فيهم 4.5 جرام ملح تمام. معقول يبقى عندنا شاطئين البحر الابيض والبحر المتوسط واحنا ما فيش اي رابط ما بين ان يبقى تعمل مصانع هي تحضر لنا الملح الماده الخام لصالح شركات المصنع يعني شركات الدواء هل ده صعب؟ لا هو بص حضرتك هو طبعا يعني هل ده صعب؟ ده ماده ببلاش فارماسيوتيكال جريد رقم واحد رقم اثنين الازازه البلاستيك نفسها بيتم استيرادها من بره أيوة. كل حاجه ممكن. خلاص الحاجه الثانيه العامل اللي واقف على المصنع في البتاع بياخد مرتب وكل سنه لازم يزيد هو ملوش دعوه الكهرباء بتزيد عليك مفيش حاجه اسمها انت دواء الميه زايد عليك لانك بتستخدم ميه التكاليف المباشره الطاقه كل ده بيزيد عليك دكتور علي مصنع زي اللي حضرتك قلت ان تم وقفه وكان بينتج 50% من السوق مستقبل المصنع ده بيكون ايه لا هو بص حضرتك اللي حصل الاتي اتفضل ادوا له فرص ان هو يعيد هيكله وتطوير ايوه وفي هناك بعض الكيانات كانت هتخش تستثمر فيه ولكن الاستثمار فيه علشان يحصل له ابجريد ان هو يتطور هيبقى اعمل مصنع جديد احسن اسهل يعني ممكن المصنع ده متوقف لحد دلوقتي يتوقف خلاص بقاله 4 سنين لحد دلوقتي وحضرتك مشكورا اتفضل ارجو ان احنا نضيف حاجه مهمه احنا عندنا تقريبا كم مصنع حكومي تقريبا 12 او 13 11 مش كده او 11 اللي هي مصر المستحضرات والنصر والعربيه والنيل والقاهره دول شركات حكوميه صح تمام. احنا عمالين نستثمر في حاجات كتير قوي لابد ان الدوله تعير اهتمام لهذه الشركات الحكوميه لان هي المنقذ بالنسبه لي كمصر طبعا 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 أنا صح ولا لا ولكن المشكله الرئيسيه في ان هذه الشركات في شركات منها مديونيه اللي حصل انه ان الشركات دي تم اهمالها وتم التعامل معاها ان هي ايه بعض وطني
فعلشان المريض غير قادر فبدا عدم الاهتمام والتسعير بتاعها متدني، كان جنيه ونص جنيه، فتحملت بالديون، خسائر، تحملت بالديون خسائر. انا امبارح بالليل مكلمني احدى المصانع المصريه كويس بيستنجد بيا، مصانع وطنيه من المصانع القديمه تمام، فبقول له يعني مش عايز اقول لحضرتك مدى المأساة اللي بيعيشوها، بيقول لي يا دكتور احنا علينا ديون لشركه الجمهوريه، حضرتك عارف الجمهوريه هو المصانع دي مش مسموح لها انك تجيب ماده الخام الا من الجمهوريه لانها تبع الدوله طبعا، في حكومه في حكومه. بيقول انا مديون للشركه دي ب 200 مليون جنيه، بيقول لي عليا فوائد بدفعهم كل شهر 4 مليون، يعني قد مرتب الموظفين، الدين اصلا مش هيخلص، بيقول الدين مش هيخلص. فبيقول لك انا عندي مشكله، فلا انت يا حضرتك انا مع احترامي للدكتور علي، انت حضرتك بتسيري نقاط انا شايف يعني يا جماعه صناعه